يا حبيبي الموضوع هذا بزبط جوا الدار عندي هان. شو اللي بزبط جوا الدار؟ مع مين تحكي؟ موضوع خاص. هاي بعمل لي فيها قاعدة عربي بتجنن. مثل بنت بتتوكل. بس اسمعي هسه بقول لك غرفة فيروز في لها مشروع عندي. والله مشروع ايش يا ابو مشاريع؟ سمعت اقول لك انا هذه البنت حملتها 9 اشهر وانا بدي الغرفه، ما صدقت وهي تطلع. والله 9 اشهر وانا علفتها 90 سنه غرفه فيروزي لي. يا الله زمن غدار، هالقد بدكم تخلصوا مني؟ انتي لك زمان هان يابا؟ انا هون من جمله بالدار. طب اذا هالقد الغرفه اهم مني كان طردتوني من زمان. والله يابا انا حكيت لامك هالحكي بس هي ما قبلت. خلص وليه اخذي غاد جننينيش، ما انت طالعه طالعه يعني متغربه طالعه متجوزه طالعه، خلص بتشفت نكي يعني. فوق ما انتم مش عاملين لي حفله وداع قاعدين تتخانقوا على غرفتي قبل ما اطلع. على فكره لساتها غرفتي وانا بقرر مين يقعد فيها وانا بقرر ايش تعملوا فيها. طيب يابا حبيبتي تعالي تعالي اقعدي بجنبي، تعالي تعالي اقعدي اقعدي، هذه بنتي انا حبيبتي، تعالي اقعدي جنبي، هذه بنتي تعبت عليها، تعالي يما. الحركات هاي بطلت تزبط علي، اللي بده الغرفه عندي شروط. والله شروط ايش يما الشروط؟ يعني مبدئيا بدي عشاء وداع هسا هسا هسا. ماشي قوم من الغرفة. هات للكب هي هسا. هيك أظن وضعنا ممتاز، راح تخلي هدول الأشياء صح؟ لا حبيبي هدول اللي راح كبهم. وأنت؟ وأنا زيك. شو أنا زيك؟ لا فؤاد هيك ما اتفقنا، ما رح يمشي الحال، أنت عندك كتير كراكيب ما لها داعي. لا حبيبتي أنت اللي كراكيبك ما لهم داعي وبدهم كب أصلاً، شو أعمل لك أنا؟ وبعدين هاي الأغراض كيف موجودة هون؟ وهدول الكتب لمين؟ خلص خلص حاش تحكي. محمودتي سليم. شو؟ شوف إذا جاي تعلي صوتك وتحكي لي عن بسام شو عنده وشو ما عنده، أنا راسي عم يجعني وجاي من السفر وأصلاً بدي سكر الكافيه، بقى يا ريت تعطيني مفتاح البيت لأنه بدي روح هالبيت، أوكي؟ يلا وأنت خليك هون إن شاء الله للصبح. هو أنا من الأول كنت يعني بدي أقول لك على شغلي، لا ما رح أضل هون.